i uh -huh. بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم نوريني في قناتي ياسمين اليوتيوب الحقيقه النهارده هنحتفل مع بعض ومع الفنانه ياسمين صبري بعيد ميلادها الفنانه ياسمين صبري تحتفل اليوم الخميس يوم 21 يناير بعيد ميلادها 33 حيث تلقت ياسمين تهاني عدد كبير جدا من جمهورها بالاضافه الى زملائها بالوسط الفني وده من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بنقول لها كل سنه وهي طيبه قررت الفنانه ياسمين صبري ان هي تستعرض ملامح من حفل عيد ميلادها الحفل اقيم داخل منزلها نشرت ياسمين عبر خاصيه القصص القصيره على الانستجرام عده فيديوهات الفيديوهات دي كشفت لنا من خلالها بعض من تفاصيل حفل عيد ميلادها اللي أقام حفل عيد الميلاد لياسمين هو زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ده يعتبر أول عيد ميلاد لياسمين بعد زواجها اظهرت الفيديوهات زي ما شفنا اللي شاركت بيها ياسمين صبر الجمهور اجزاء كبيره جدا من منزلها ولازم تلعب البالونات التي تحمل اسم ياسمين طبعا كانت الصور ياسمين مميزه الصور زينت كل مكان اضافه الى تورته عيد الميلاد الفخمه كما ظهرت الفنانة ياسمين صبر في بداية الفيديو ظهرت وهي مرتدية فستان سهرة باللون الأحمر وده من أجل الاستعداد لحفلة عيد ميلادها طبعا ما نقدرش ننسى اصدقاء الفنانه ياسمين صبري من النجوم اصدقاء النجوم هنأوها بعيد ميلادها من بينهم الفنانه اللبنانيه اليسا والتي كتبت عبر حسابها على تويتر عيد ميلاد سعيد يا جميله اتمنى لك الصحه قبل كل شيء ونجاحات متعدده لانها تناسبك جيدا كمان الفنانه الجميله ايتن عامر ايتن هنات ياسمين وقالت لها عيد ميلاد سعيد يا جميله أما شام الدهبي ابنة الفنانة عصالة كتبت لها أيضا كل سنة وانت طيبة يا أجمل ياسمين أحبك كثيرا من ناحية أخرى ياسمين صبري احتفلت منذ أسابيع بعيد زواجها الأول من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وده كان قبل ميعاده بأربع شهور وده الشيء اللي أثار الجدل على مواقع السوشيال ميديا الفنانة ياسمين صبري حظيت في الفترة الماضية باهتمام كبير جدا وتحديدا بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وده بسبب استعراض الفنانة ياسمين صبري حياة الرفاهية اللي بتعيش فيها بداية من إطلالاتها والمجوهرات الفارهة بالإضافة إلى ظهورها داخل الطائرة الخاصة بها الطائرة التي يمتلكها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مش بس كده بالإضافة للسيارة الفارهة اللي قدمها لها أحمد أبو هشيمة كهدية والتي وصل سعرها لمئات الآلاف من الدولارات مش بس كده من ناحيه الجمال بقى ياسمين صبري انضمت مؤخرا الى قائمه اجمل 100 وجه في العالم عام 2020 وده على موقع حساب تي سي كاندلر لتصبح المره الثالثه التي تنضم فيها الفنانه المصريه لهذه القائمه الفنانه ياسمين صبري من مواليد 21 يناير عام 1988 تالقت ياسمين صبري منذ دخولها عالم الفن والتمثيل استطاعت ان تلفت اليها الانظار سريعا أصبحت ياسمين من أشهر نجمات جيلها حققت نجاحات كبيرة جدا في الأعمال اللي شاركت فيها الفنانة ياسمين صبر تخرجت من كلية الإعلام درست الصحافة والعلاقات العامة بدأت مشوارها الفني كمراسلة ثم اتجهت بعد ذلك للعمل فيما بعد بالإعلانات اشتغلت في الإعلانات لفترة لكن نقطة التحول في حياتها كانت من خلال برنامج خطوات الشيطان البرنامج كان مع الداعية الإسلامي معزمة سعود وبعد كده انطلقت بمجال التمثيل قدمت لنا مسلسل جبل الحلال واللي قدرت فيه ياسمين ان هي تحقق نجاح وقتها بعد كده تولت النجاحات والاعمال على ياسمين قدمت لنا مسلسلات شهيره كان من اشهرها مسلسل الحصان الاسود ومسلسل حكايتي المعروف عن الفنانه ياسمين صبر ان هي بتحب الرياضه جدا كمان بتحب تمارس اليوجا وهي من احدى الاهتمامات الاساسيه لياسمين في الحياه ياسمين دايما بتبهرنا بجمالها واناقتها تعتبر ايقونه من ايقونات الجمال والانوثه والموضه مش بس كده دي بتبهرنا بعلاقتها في كل المهرجانات والمناسبات تم اختيار ياسمين كأول امرأة في الشرق الأوسط من قبل دار تصميم مجوهرات فرنسية شهيرة نشرت ياسمين صبر على حسابها على الانستجرام بخاصية الستوري ازاي تم تزيين منزلها بالبالونات بشكل جميل وتم كتابة عيد ميلاد سعيد ياسمين تم كتابتها بالبالونات والهيليوم ظهرت بشكل جذاب جدا وظهرت التورته بحجم كبير بالاضافة إلى الهدايا المغلفة بشكل أنيق للغاية، وصور لها تم تعليقها بشكل جذاب، بالاضافة للعديد من باقات الورد الأنيقة للغاية، وكمان ظهر معانا دبدوب بحجم كبير معلق عليه باقة ورد، ولكن هناك تساؤلات أخرى بتدور في ذهن الجمهور، وده بسبب ظهور ياسمين دائما وحيدة في صورها على الانستجرام. بتظهر ياسمين في كل لقطاتها وحيدة، لا تظهر مع عائلتها سواء والدتها أو والدها أو أشقائها. ده باستثناء شقيق ليها، بينشر من وقت للتاني صورته مع ياسمين. وهو ده اللي انتوا شايفينه معانا في الصورة، يا ترى يشبه ياسمين صبري ولا لأ؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. الفنانة ياسمين صبري ما تزال تحمل لقب النجمة الأكثر حظًا خلال سنة 2020، وللأسف سنة 2020 تزامنت مع الكثير من الأشياء السلبية في العالم. لكن النجمة ياسمين كانت الأكثر سعادة ورفاهية بهذا العام حيث عبرت عن ذلك في صورها صورها اللي شاركت جمهورها بها عبر خاصية الانستجرام وفي أكتر من حديث ليها ذكرت ياسمين صبري أن الحياة حلوة شاركونا براكم يا ترى ليه ياسمين صبري ما بتظهرش دايما مع عائلتها في الصور من الواضح ان الفنانه ياسمين صبري بتحب حياه العزله الاجتماعيه بتحب تركز على امور اخرى في حياتها بتحب تستثمر وقتها في تنمية طاقتها الإيجابية وده من خلال ممارسة الرياضة والقراءة. من ناحية أخرى نصبت النجمة ياسمين صبري سفيرة للمرأة الإفريقية وده كان من خلال المؤتمر العربي الإفريقي لتمكين المرأة في أحد فنادق القاهرة. المؤتمر كان بحضور وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف أنحاء المنطقة العربية. من ناحية أخرى تم تكريم ياسمين كسفيرة المرأة الإفريقية وده لتتويج نشاطها كسفيرة لحملة أنت الأهم وكمان تقدير لجهدها لدعم وتمكين المرأة في شتى المجالات كما شاركت ياسمين في عدة فعاليات ومشروعات خيرية وتنموية وده بجانب تكريم أكثر من سيدة أعمال أخرى وأكدت ياسمين من خلال المؤتمر أن هي بتشكر بصدق كل واحد حضر المؤتمر كما شكرت الدكتوره اماني عصفور رئيس الاتحاد الدولي لسيدات الاعمال على عقدها مثل هذا التجمع القوي وشكرت ايضا فخامه السيده من مونغيلا اول سيده تترأس البرلمان الافريقي وغتمت ياسمين صبري كلمتها وقالت اعدكم ايضا بتحسين عملي من خلال العمل للوصول لكل فتاه وكل امراه في القاره الافريقيه دعونا نعمل معا من اجل عالم افضل وواعد للمراه الافريقيه بنشكر ياسمين صبري على عملها الجميله في مجال التنميه وكمان بنتمنى ليها المزيد من العطاء الفني وفي اخر الفيديو بنقول لها كل سنه وهي طيبه